صباح الخير. إذا كان التظاهر وجه من وجوه الديمقراطية، فاللبنانيين أثبتوا أنه شعب ما بيعرف الخنوع ولا الاستسلام. بأجمل صورة حضارية احتضنت ساحة الحرية الجمهور الرافض لنظام الفساد، وقرب تمثال رياض الصلح ارتفعت أصوات المطالبة بدولة مدنية. كبار وصغار، طلاب، عمال ومثقفين، جماعتهم رائحة الفساد السياسي يلي عبق بالبلد. لا تتحول حملة طلعت ريحتكن إلى حالة عابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب. بالتقديرات الأولية أكثر من 100,000 متظاهر كانوا محتشدين بساحة الشهداء، وبالواقع وسط بيروت يلي تحول بالسنوات الأخيرة إلى مدينة أشباح اشتاق لعجقة الناس وصخب الحياة. ولكن أزمة السياسة والأثبات الأمنية وغياب السياحة دفعت أصحاب المحال التجارية إلى أقفال محلاتهم، ليبقى الوسط النابض ساحة تظاهر واعتصام. تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة، من تابعه سوا. يعني عم نضب ومنفل، ما في أشغال، ما في عالم، ما في سوق، يعني البلد كرمالها لورا. ولأيمتى؟ زينب شريفة، واحدة من عشرات المستثمرين بالوسط التجاري اللي عم تستعد للإقفال والانضمام لقافلة هجر الأسواق التجارية، مثل الكل اللي سبقوها واللي رح يلحقوها. ما عادت زينب تحتمل البقاء بمكان عم بيتحول يوم بعد يوم لمنطقة أشباح بيسكنها الخوف، الرعب والشلل. فكان اللي حصل مؤخرا من أعمال تخريب وتكسير وسرقة الشعرة اللي قصمت ظهر البعير وأجبرت كل مين كان متردد على أخذ القرار وترك الأسواق. يعني لحد وين بعد بدنا نضل؟ يعني معلش، العالم عم تنزل بتتظاهر، عم تطلب اقل حقوق، في زعران عم تنزل بتكسر الدنيا وهيك، هيدي نحن كلها ضدها، بس كمان نحن اقل حقوقنا بدنا اياها، ما بدنا اكثر من هيك. مثل ما شايفين الساحه فاضيه، ما فيها حدا، خراب على الكل، صراحه 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 رجعونا اميال لورا. الوضع كثير كثير سيء على الصعيد الاقتصادي، وهينا قاعدين هلا بسردان، نحن عم نحاول نشوف شو بدنا نعمل. وإن شاء الله ما نقدر نسكر، يعني إن شاء الله ما نسكر يعني. تحكي وبتصير ما بتسمع، وإذا جاوبتك مرة بتفقع، طوقني بحبك ونسايا من حول الدنيا وجنبي. حالة زينب بتتقاطع مع الكثير من الحالات لمستثمرين صبروا من العام 2005، وكان كل أملهم تغير الأوضاع وتحسنها، إلا أنه اللي عم يحصل قطع الطريق على أي أمل حالي بالازدهار. محلات رياض الصلح أقفلت بشكل كلي، المطاعم ومحلات ساحة الساعة والمجلس أصبحت أشبه بسجن كبير، أما بقية الأسواق فهي عم تدفع ضريبة السمعة وخوف المواطنين وغياب السواح والمغتربين. في كتير محلات عم تسكر جديد، وخاصة فوق حد الساعة، يعني منطقة صارت للبسينات ميتة، ما عم ينزل حدا، يعني شي بيقهر لما بتشوف كل هالمحلات الحلوين وهالناس يلي عم بيجربوا يقلعوا، ما عم بيقدروا يقلعوا من ورا كل هالقصص يلي عم بتصير. في اشمئزاز أكتر مخوف، اللبناني ما بقى يخاف من شي، بس اللبناني بيشمئز. ولادي تعوا نزلوا نشرب ناكل بوزة تحت أو نشرب فيه، مش مئزين مش خايفين. الحركة هون بالداون تاون كتير ناشفة، و يعني بالأوضاع اللي عم بتصير كتير أنه تأذينا، وعم نضطر نسكر تقريبا قبل بشي ساعة أو ساعتين، لأنه المظاهرات اللي عم بتصير يعني عم نخاف من كل شيء. أضرار كتيرة، والمشكلة في طابور خامس، ما بده شيء بهالبلد.
خسائر الأسواق تقدر ب5 مليون دولار يومياً ما بتتحملها فئة أو طبقة معينة بل كل المواطنين من مستثمرين عمال وأجراء. أنا بتسأل ليش هالحقد على الوسط التجاري؟ يا جماعة الوسط التجاري في المستثمرين من كل المذاهب والطوائف، وأنا أتمنى من شركة سوليدار تطلع تعمل مؤتمر صحافي وتفرجي كل عقار من صاحبه وكل مؤسسة تجارية من صاحبها. في حقد، في كراهية أن الوسط التجاري الله يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري هاي هو بيملكها. لا، هاي بيملكوها كل الشعب اللبناني والكل مستثمرين فيها. بال75 تهدم وسط بيروت عندما كان خط تماس حربي، أما اليوم فمخطط التهديم ما زال قائم، إنما بحرب اقتصادية عم تدفع لتهشيل من بقي من مؤسسات وإفراغ الوسط من أي حياة. من المشهد الاقتصادي المظلم يلي عم بعيشه وسط بيروت مننتقل لمشهد آخر بيختصر وجه لبنان الحقيقي، لبنان الثقافي ولبنان المهرجانات. فالمناطق اللبنانية تقريبا كلها شهدت على مهرجانات ضوت لياليها لتبقى المتنفس الوحيد للمواطنين والسواح والمغتربين. بعشقة المهرجانات من بيت الدين، بعلبك، بيبلوس، الأرز، أهمج، ميروبا، أعياد بيروت، دوما، تنورين وغيرهم. وين اللبنانيين من هالأمسيات؟ تقرير. اسمعي هيدا، اسمعي منيح، جوجو صوف بس وحده اللي بينسمع هذا الطرب الاصيل، هذا اللي بينسمع بكل وبيتغنى بكل المهرجانات. لو معي مصاري اكيد بحضر سلطان الطرب جوجو صوف. كاظم الساهر حضرته، حضرت شال أزنبور والبترون، حضرت بجبال طواجي. في عندك ناس مرتاحين فكريا ومعا ماديا وبيهتموا، مثلنا فقرة ما بتهتم. اغلب المهرجانات تحت العيا، انا بحب الباص، بحب المهرجان، بياخد بروح انا ورفقاتي، بروح انا اولادي. اول شيء نحن كفنانين والمهرجانات بتخلق جو من الفرح بغض النظر عن اللي عم بيصير بالبلد، بس انه هذا بيعطي امل وحلو ضل الفنانين كلها ككل تعلي الصوت وتغني تينقلوا صورة لبنان الحلوة. أنا كتير بحب داليدا وبحب أحضرها. بخضم العواصف السياسية والأمنية اللي بيعيشها لبنان استمرت النسمة الثقافية تتنعش المواطن اللبناني وتميزه، فهي ريح تحمل على بساطة اسم لبنان للعالم. هالانفصام اللي بيعيشه الوطن بيتجسد في كل الفرادة اللبنانية اللي دايما برحلة بحث مستمر عن الترفيه والفرح. أنا رحت على ميروبا، في كان كتير فنانين طلعوا السنة، مهرجان ميروبا كان كتير قوي، كان في جوزيف عطية وفارس كرم ونجوى كرم كمان. في تبع هدنيات كانت منيحة، تبع القبيات كانت ناجحة جدا، مش هيك؟ حضرت تبع فقرة، تبع المزار، وكانوا كتير حلوين. كل فرح بنحضر الأشياء اللي بتكون أكيد صميمة فولكلور لبناني أصيل. أنا تابعت ولا مهرجانات أهدن، كانوا كتير حلوين، أهدن السنة كانت كتير منيحة. بحب وائل كفوري اجمالا، فارس كرم، ماري ماتو، الفرقه الاجنبيه اللي وصلت عجبيل، وفي عندك كمان مهرجان رقص بس ما عرفت لمين بالتحديد يعني، بس كان كتير حلو. مهرجان جبال يعني باخره، لحقت اخره.
سكان منطقة جونية كما كل اللبنانيين بيعتبروا المهرجانات والأنشطة الثقافية والترفيهية فسحة أمل بينطروها لتكون مبادرة بتعترض على التسليم بمنطق المنتصرين والمنتصر عليهم. أهمش كان كمان كتير حلو، في طلعنا على نانسي عجرم، رحنا معين شريف بميروبة. بتابع مثلا على التلفي أأمن بالبيت، يعني إذا بدي روح على مهرجان معين يعني ويلي مشكل، ويلي ناس متشوسي، ويلي كذا، مشكلة كبيرة. ولكن بحب المهرجانات تكون موجودة مشان هالسواح اللي بيجوا، مشان هالمواطنين، مشان هالعالم تنبسط. أكيد طبعا إذا فاضي يعني أنا بتابع، كنت بشجع كل واحد أنه عنده وقت يتابع هالحركة الثقافية هي. أكيد بشجع كل، بس ما بعرف كل واحد البلد صارت كل واحد ظروفه على قده. يعني ما صار لي وقت ابدا، قضيت عائلة وبحر وبس. المهرجانات اكيد احسن من الزبالة، المهرجانات اكيد معود ابو ساعتين تنبسطي، بس ترجع للهموم الواقع اللي انت عايشه فيه. بس بالمبدا يعني انه معقول بلد سياحه وزباله موجوده هنا؟ مستحيل. من أجواء المهرجانات إلى كلمة اليوم، خلينا نشوف كاميرتنا بمين التقت بالشارع وشو هي كلمة اليوم. كهرباء 40 سنة مقطوعة. أنا حنا سلامي أقل رجل بلبنان، إلي 40 سنة يدفع كهرباء، بكفي بزيادة. والله بزيادة، يعني أنا عم بتدين، أنا عندي مرأة بدها 700,000 بالشهر دواء، 700,000 أنا عم بتدين تجيب لها دواء، كمين بدي أتدين للكهرباء؟ ما عيب؟ صور قد ما بدك خيي. مرحبا، كيفك يا؟ تجي يلا ساعتين ثلاثة، عم بدفع 300,000 للموتير، منين بجيبه لهم؟ عم بدي أسألك سؤال، أنا فيني أشتغل بعد؟ عم بسألك، أنا حسبيني بيك، فيني أشتغل بعد؟ ما بدنا شيخوخة، بدنا يعطونا كهرباء وياخذوا حقها، ياخذوا موتيرات كلها، عيب ولو. قلتي لي بكرة الساعة، أي ساعة؟ مين الصبح؟ طيب، أنت شو اسمك؟ منين أنت؟ والبركة، أنت منين عمو؟ بتفيا؟ لا ما عندن شيء، عندن موتيرات فوق، عندن هذا شو اسمه عامل للموتيرات مثل الدولة، شو اسمه؟ بس اللي عنده موتيريت حصوروني يا عمي بعد انتحروا الفيلم. انا بدي انزل على المظاهرات. انا عم حكيكي، انا 40 سنه عم بدفع كهرباء دبل، 3 مرات 4 مرات زياده. حكيون انت بالتلفزيون صورين وحكيون يقولون حنا سلامي على الدوره، اقل رجل على الدوره 40 سنه عم بدفع كهرباء، هيك حكيون. بابا صور ما صورتي، كم صور لازم تصورين؟ خليه يخدون معه في طورة الموتير ولا ولك يا عمي عندي 10 أمبير، أنا شو عندي مليون كهرباء؟ ما في أي سي عندي، لا ما عندي أي سي. روحي حطيها بكرة بالتلفزيون وقولي لهم حنا سلامي على الدورة، أقل رجل 40 سنة عم بيدفع كهرباء للموتير. استحوا بقى، إذا كنكن أنت ولاد عالم استحوا. إجا السيد جبران بصيل من سنتين قال سنة 2015 كهرباء 24 24، وين أني؟ أنا ما بنتخب، أنا سعد نحو المدنيين. ولا مرة قلت لي الشاب بكفية؟ ايه انا من العطشيني. حد بكفية؟ نحن بيت مسك. لا ما كتير كفية، بس بدي منك تحطي على التلفزيون بالقليل نص ساعة تيحكونا تنحكينا نعرف شو بدنا نحكي. قليلون 40 سنة قاطعين الكهرباء عن الجميع، مش عيب؟ شو الزل اللي عم قليلون؟ شو هالزل اللي عاملينه الجميع؟ بدنا كهرباء كلمة اليوم. ايه بعده عم بيصورني، بعده عم بيصور بيحترق الفيلم. بعدين عندي مرة بدها 700,000 بالشهر دواء، ما معي لا لا اسيلانس لا شيء ولا شيء، نبريش فيها كيسر جنبها، عملي بطارية، عملي ميل، عملي رسور، تمشي على الوطير 9 أشهر. بديش انا، ما عم بشحد، بس بدي كهرباء، انا بدي كهرباء، توني كهرباء وخذوا اللي بدكم اياه. ميرسي عمو، كلك ذوق، ميرسي.